محمد وآل محمد أشرق على العالم أجمع، وصل إلى أهل الأرض بإذن الله تعالى مغيرا الواقع السيء إلى واقع إنساني. ومن الذين أشرق عليهم أحمد كمارة، الغني الذي حمل الولاية في قلبه منذ عرفها أيام كان في بلده، منتقلا إلى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اسمي أحمد سيكو كمارة ابن محمد ياسين كمارة وابن نيني بنت أبا. أنا من دولة غينيا، غينيا كوناكري غرب إفريقيا. طبعا أنا قبل ما جي إلى سوريا إلى أن أدخل في حوزة علمية زينبية كنت على مذهب مالكي قبل أن أتشيع. أنا استبصرت في غينيا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام قبل ما جي إلى سوريا قبل أن أدخل في حوزة علمية زينبية. رحلة نوره كانت نقلة في حياته مادية ومعنوية، فلرب سائل يسأل كيف نال شرف التشيع ومتى، والإجابة تأتي. وهناك درست 5 سنوات في حوزة أهل البيت عليهم السلام في غينيا في عاصمة غينيا، ودخلت في حوزة علمية الزينبية وبدأت من الصف الثاني إلى الصف العاشر. وبعد الصف العاشر أنا ودخلت في بحث الخارج، وتقريبا أنا في بحث الخارج 5 سنوات. ظهرت ملامح البركة المحمدية عليه إذ انتقل من طالب إلى أستاذ في الحوزة العلمية. والحمد لله رب العالمين، وأنا أدرس في الصف الأول ودرس سيرة المعصومين عليهم السلام، الكتاب الذي ألفه سماحة آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي أعلى الله مقامه، ومنية المريد. هذان كتابان أنا أدرسهما في الحوزة الزينبية. كيف وبماذا تأثر هذا الشاب المؤمن حتى انتقل من دين أهله ومذهب ذويه ومربيه إلى مذهب الحق؟ ما تأثرت في مذهب أهل البيت عليهم السلام أخلاق أهل البيت عليهم السلام، هذا الذي جعلني تأثرت وتشيعت أخلاقهم. عندما تعلت كتبهم مثل كتاب سلمحت ديت ليكون مع الصادقين الشيعة هم أهل السنة، وهذه الكتب التي درستها في غينيا جعلتني أنا أتشيع. كان هذا الشاب حائرا أيام مذهبه السابق، حائرا في مجموعة من الأسئلة التي كان يعتقد أن لا حل لها، حتى وجد الحل لأسئلة أثلجت قلبه، خلجت في باله، وجدها بعد استبصاره. الأسئلة التي لم أجدها في المذاهب الأخرى مسألة يعني الجبر. يعني قبل أن أتشيع في مذهب مالكي يعني فيه اعتقاد أنه كل شيء من الله تعالى، سواء شيء الخير والشر كل شيء من الله تعالى. الحمد لله عندما استبصرت ورأيت أن في مذهب أهل البيت عليهم السلام كما يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام الأمر بين الأمرين، ورأيت أن ليس كل ما يصدر من الإنسان هو من الله تعالى. هذه الأجوبة الحمد لله وجدتها حلا في مذهب أهل البيت عليهم السلام. التشيع كان اسما لا معنى له عنده في السابق، لم يعرف عنه شيء حتى وجد معالما عملية ومعنى حقيقيا في أرض الواقع. أنا ما كنت أعرف شيئا عن التشيع. الإخوة الذين ذهبوا إلى إيران درسوا هناك إلى أن أنهوا دراستهم ورجعوا إلى غينيا، فتحوا هناك مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وبخلال هذه المدرسة دخلنا فيها وتشيعنا. هناك تعرفنا على أهل البيت عليهم السلام إلى أن جئت إلى سوريا الحمد لله. تعمد البعض مبدأ التشويه لسمعة شيعة آل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو تشويه معنى التشيع بين الناس في محاولة لحرف الحقائق، حتى أن الشيخ الفذ هذا
ينقل ما كان يقال عن الشيعة سابقا مع بيان بطلان القول فيما سبق. كانوا يقولون لنا أن الشيعة كفار، مثل ما يقولون أن الشيعة كفار يعتقدون بتحريف القرآن. كانوا أيضا يقولون لنا أن جبرائيل عليه السلام يعني أخطأ، أن الشيعة يقول أن جبرائيل عليه السلام أخطأ، كان مرسلا إلى إمام عليه السلام فأخطأ وأرسل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل تشيعت ما رأيت هذه المقولة في كتب أهل البيت عليهم السلام، تبين لي أنهم كانوا يكذبون على الشيعة. بعدما تقدم، كيف وجد هذا الحائر طريقه؟ وكيف اهتدى ببركة محمد وآل محمد؟ سبب الاستبصار أن كنت يعني عندما سمعنا عن التشيع ودخلنا ودرسنا ورأينا أن كل ما كانوا يقولون عن التشيع يعني خلاف ما في التشيع، بتأثرنا بأخلاق أهل البيت عليهم السلام، تشيعنا وعرفنا أن الحق معهم. خصوصا كنا نسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليا. هذا الحديث متفق عليه. معنى التشيع اختلف عند شيخنا بعد دخوله إلى الساحة القدسية المسمات بالتشيع لمحمد وآل محمد، إذ عرف الحق. عندما دخلنا تشيعنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، عرفنا من هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. كنا فقط نعرف إمام علي عليه السلام كما كانوا يقولون عنه كرم الله وجهه، وكنا نعرف عن سيدة فاطمة عليه السلام والإمام الحسن والحسين. ولكن عندما تشيعت عرفنا من هم أهل البيت حقيقة عليهم السلام، وعرفنا أن الحق معهم. كانت العوامل المؤثرة على الشيخ كثيرة، ولكن كان منها ما هو أقرب عليه، فنقلته إلى ساحة القدس هي نقلة القلب إلى حرم الله، ألا وهو التشيع. الشيء الذي تأثرت بها في مذهب أهل البيت عليهم السلام قضية إمام مهدي عليهم السلام، لأن في مذهب مالكي عندما يحدث هناك زلزال أو أي شيء مخيف كانوا يقولون يزهر مهدي يزهر مهدي. كان هذا الاعتقاد موجود في مذهب أهل البيت، في مذهب مالكي عندما يحدث أي زلزال أي خوف يقولون يظهر مهدي مهدي. وإنما تشيعنا عرفنا من هو مهدي عليه السلام، لذلك تأثرنا كثيرا، عرفنا أن الحق مع أهل البيت عليهم السلام. لشيخنا الفاضل قصة خاصة تتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهنا ردت الشبهات، وهنا اتضحت الحقائق، وهنا اتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلا شبهة في مذهب أهل البيت. أعتقد إمام الحجة عليه السلام أنه آخر يعني خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قلت سابقا أنه كان في مذهب مالكي عندما يحصل هناك يحدث زلزال أو الخوف يقولون يذر مهدي يذر مهدي. إذن فكرة المهدوية كان في متفق في بين المذاهب الإسلامية، وأنا تأثرت كثيرا ما في قضية الإمام مهدي عليه السلام. أنا كنت حقيقة كنت أسمع عن جدتي توفي رحمة الله تعالى عليها، كانت دائما تقول لي أن الإمام مهدي عليه السلام قد ولد، يعني أنه اختفى. هذه مقولة كنت أنا أسمع حقيقة عن جدتي رحمة الله تعالى عليها. لذلك عندما تشيعت عرفت أن الحقيقة بيد أهل البيت عليهم السلام، ولذلك تأثرت كثيرا ما وتشيعت. الحمد لله درست في حوزة علمية زينبية حتى أصبحت مؤمما، وأنا في بحث خارجي الحمد لله رب العالمين. ما وجدت شبهة عن التشيع، لم أجد لها حلا. شيخنا له أمنيات وكلام أحب أن يطلقها إلى العالم عبر شاشتنا، فقال: أتمنى إن شاء الله وأسأل الله تعالى أن يوفقني هذا خدمة أهل البيت عليهم السلام في قارة الإفريقية،
ونشر هذا المذهب لكي الناس يعرفوا الحقيقة إن شاء الله. أتمنى الله يوفقني هذا الأمر. هنا جاء دوره في تقديم رسالة إلى الإنسانية أجمع، رسالة الإنسان الشيعي الحر إلى العالم بأسره. أوجه كلماتي هذه إلى العالم أن يكونوا منفتحين عن التشيع، وأن لا يعني يرفضوا عن التشيع، وأن يأخذ الكتب أهل البيت عليهم السلام فليقرأوا، إذا اقتنوا به أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين، إن لم يقتنوا به عندهم حجة، عندهم جواب عندما يسأل يوم القيامة أمام الله تعالى. ولكن أقول للعالم أن يكونوا منفتحين عن أهل بيت عليهم السلام فليعرفوا الحقيقة كما هي، لأن كل ما كانوا يقولوننا قبل التشيع وجدناه خلاف ما في تشيع.